السلام عليكم يا شباب. المقطع بيصير طويل، ولكن دام اننا فاضيين بنطول مقطع. في ناس يقول مقاطع قصيرة مقاطع قصيرة، عاد حبينا نتصور. الآن ناظروا المويات اللي نحطهم تحت صغيرة، ما ادري هي واضحة عندكم ولا لا. ناظروا العلبة الزرقاء، ناظروا العلبة الشفافة هذه، ناظروا الموية. أبيكم تحطون بس عيونكم على الموية. ناظر اللي هنا اللي على الخشب، ناظر الموية هذه. المويات هذه أنا أحطها في الليل، طبعا مو في الليل وبس، لا مثلا من الليل بعد العشاء كذا أبدأ ذولي المويات. شو اسمها، أحط هذه ولا أحط فيها موية كثيرة، أحط الموية داخل الأقفاص، كل واحد على طول رجلين الطير. يعني اي نوع اللي عندي احطه على رجلينه، ابدا عشان الطير يقدر اسمه يوقف في وسطها، ويكون المويه تحت بطنه شوي. هذه سبحان الله العظيم الحركه هذه انا شفت الطيور تعتمد عليها اعتماد كبير في الجو، لان الواحد مو معقول بيشغل تكييف 24 ساعه الا اذا عندك يجي 3 مكيفات، بتشغل مكيف وتريح مكيف وتشغل مكيف وبتشتغل بالشغلات هذه، وعلى انه مكلف كهرب ومكلف وقت وش اسمه وله صوت ازعاج. ولكن انا حطيت هذولي المويات، الطيور بلقاهن قاعدات فيه، بيقعدن فيه بيروقن فيه. الظهر مثلا الصباح اول الصباح بتلقاهم يشربون منه. طبعا انا ما حطيته للشرب، الشرب انا حاط مشارب غير مكشوفه علشان ما ينزلون قدرات فيه، تكون المويه نظيفه على نظام مطارات او على نظام اللي تعبيها مويه وتقلبها اي نوع، ولكن انها ما تصير مكشوفه، لان الطير بينزل وساخات على المويه المكشوفه وبتتلوث اذا شربوا. طبعا هذه المويه بتصير شو اسمها اذا عبيتها انا الحين، طبعا الطيور بتصير نايمه، ولكن الان انا مشغل الانوار عشان ناوي اسجل حلقه. بعد ما طفيها طبعا الطيور ما تجيها، الصباح بتقعد الطيور فيها، واللي طبعا انا بشغل مكيف، ولكن الطيور بتطب فيها وبتسبح فيها وبترش روحها فيها. اذا حست ان الجو كويس مع المكيف ما راح تطب فيه، واذا حست ان مثلا طفيت المكيف المغرب او كذا او قبل المغرب شوي لاي ظرف بتنزل الطيور فيه. ولو طفى الكهرب ولا شيء او ما عندك تكييف هذه بيسر. الشيء الثاني اني انا اذا طفيت المكيفات بشغل مراوح. المراوح اذا صار فيه هواء والطيور خارجيه يعني برا بيجيب شو اسمه بينزل لك مويه، بينزل لك هواء بارد، ما ينزل لك هواء سموم يعني هواء حار، لا بينزل لك سموم بارد. هذه فايده المويه في الصيف. طبعا اعذروني على دقة التصوير لاني تحت الشبوك دجاج وفي الليل واصور بيد واشتغل بيد ثانية، يعني الوضع مو مرة ولا اصير افتح الشبوك زين وزي كذا علشان الطيور ما تهج. ناظر يدي الآن، أنا أدخل يدي على الطيور، شفتوها، شوف الحين أدخل يدي على الطيور، وش الفائدة من تدخل يدي على الطيور؟ الفائدة أن الطيور تكون يعني مروضة، أنا الطيور عندي مروضة، طبعًا في شيء مروض 100%، يعني بياكل من يدي، بيطلع على يدي، بيجلس على يدي، ولكن هذا لا يهم، اللي يهم أن أكثر الطيور تكون مروضة. بحيث اني فتحت الشاب اباخذ شيء اطلع شيء، الطيور ما تتصافق في بعض، والطيور اللي عندها بيض ما تهج وتخلي بيضها ولا تخلي فراختها، لا يصير موضوع حلو. يعني انا افتح البياضة وهي فيه احط لهم اي اكل كذا بيدي بتلقط من يدي.
وفراختها حتى يعني يكونوا متعودين. ناظروا بعد المويات هذه عند البلابل بحيث ان الطيور، بغيت انظف الشابك شيء، لو قدر الله هج طير، الطير اذا هج خذوه قاعده، ترى الطير اذا هج ما ينحاش على طول، يوقع فوق الاقفاص. اذا كان ما هو اليف بالطريقه هذه هنا مشكله، لانك كيف تمسكه وتدخله في القفص؟ ان خليت الباب مفتوح حج الباقي، ان رحت تمسكه شو اسمه مو بقابل انك تمسكه بيده، بيحاول انه يطير ويهج، وعلى ذلك مو بعارف يرجع. في الحالة زي هذه بتضطر انك ايش تحط لك قفص فوق شبكة فوق قفاصك، وتخلي بابه مفتوح وتحط فيه اكل وماء. اول ما ينحاش الطير عندك تنسحب على طول تكتيكي مرة قبل وتتابع من بعيد لبعيد، هو لا شعوري بيدخل في الشبكة هذا. اذا دخل في الشبكة هذا على طول سكر عليه وانقله عند الباقيين. ولكن انا مثل طيوري الان ولله الحمد، طبعا مو كلهم، في شيء، في اشياء يعني شبه جديده لسه الى الحين. شو اسمها اذا طارت من عندي ولا شيء، بيدي كذا احيانا لو شفت انها مي بقابله على اليد، اخذ لي عصا صغير واحطه في يدي خليه يوقع عليه. طبعا امشي العصا لين يوصل عند رجلينه، ثم ارفعه، ثم هو بيرقع عليه، ثم ادخله في الشبك. هذه حصلت لي كثير في شوف الحين ما يطيع يروح، لازم اطقه بيدي. اذا ادخل يدي كذا ساده ما ينحاشون، لانهم متعودين اليد دائما تدخل تاخذ المويه، ترجع المويه، تحط اكل، يعني دائما تشتغل معهم، ما هي يعني ما تقدر تعرضوا للصيد والمسك وكذا يعني. لان الطير سبحان الله العظيم حتى لو صار اي درجه من الولافه ما يحب ان احد يمسكه، المسكه هذه المخلبيه اللي تمسكه، لانك خلاص اذا مسكته بالطريقه هذه يشوف انه خلاص لا رجلين معه ولا جنحان ولا يقوى ينحاش لو بغيت تقتله ولا شيء، ما عاد يقوى يقاوم، يعني كانه سلم نفسه لك. وعلى ذلك الطيور ما تحب الطريقه هذه، تحب اللي مثلا حتى لو صار اليف يطلع على اليد بيدك تحكحك ظهره راسه، بحيث انك مو بتضم الضم المسكة اليد المعروفة هذه حق تسوق الحمام اللي يطلع من شبك في شبك، لا المسكة هذه ما يحبونها الطيور. شوف يدي قريبة عليهم على الشبك ما بيتحركون، خلاص والفوا اليد. صح في الأول كنت أعاني من الموضوع هذا ألين بديت أروضهم شوي شوي. طبعا ما أخذت يعني الترويض كامل، لا يعني الترويض درجات، أنا بديت معهم بس درجتين بس، أنهم بس ما يخافون من اليد، أدخل يدي في الشبك ما حد ينحاش. طبعا البلابل هذه كانت وحشية مرة الصيد، الآن لو نظرتوا مقاطعي الأولى بتلقونهم يطامرون ما تشوف شيء، كان التلفزيون إذا صار ما في قناة وش اسمها مفصول الدش أبيض وأسود كذا ما تشوف شيء. الآن لا يعني ينقز على خفيف، يعني يقعد في أرضية الشبك وأنا جنبه عادي، ولكن طبعا ما يقبل إني ألمسه ولا إني ياكل من يدي، لا ما يقبل، بس تدريجي. هذا الزيبرا وعشوشه، هذه علبه بلاستيك بس هو لفها.
وبعد شوي بنوريكم الفراخ كلها. طبعا مو بالفراخ كلها كلها لا، الاشياء اللي انا اقدر اصلهم بالجوال، لان في بعض الصناديق وكذا تجيك تحت ويجيك شيء ما يعني طالع من قدام، ولكن ما اقدر اني افتحه، يكون فوق الصندوق ثاني، لازم اشيل الصندوق، وكل صندوق لازم اشيل عنه صندوق، زي طريقة الصناديق حقت على المسجد، تجيك كذا فوق بعض، في بعض الصناديق ما اقدر يعني اني اكشفهم كلها. بنوريكم يعني الاشياء اللي بتصير طالعة معنا جاهزة. طبعا الزيبرا يتكيف مع كل الاجواء، ولكن الحر القوي هذا ما هم يعني صراحه 47 46 45 ما حد يقدر يتعامل معها، ولا اي احد، سبحان الله العظيم. الحراره قويه مره، يعني البرد معقول، ولكن الحر ذا، هذا الاول تحت البيض ما شاء الله، الله يبارك لنا ولكم ان شاء الله. هذا توه بس ما ادري ايش مدخل الصندوق، يمكن انه يبغى حجز. هذا ما شاء الله تحت فراخه، توه مفكسين يعني البيض باقي عليه. ترى بس قاعدين الحين نفتح الصناديق، هذا ما في شيء، نفتح الاشياء الظاهرة كذا اللي تجي معنا سريعة. هذا تحت البيض، هذا فاضي. ترى يد انا متمسك بها على الشبك، واليد اللي فيها الجوال اللي انا افتح بها الصناديق. هذا معه بيض، ودي افتح شيء والقى معه فراخ كبار شوي زي هذا، ما اقدر افتحه، ما ادري وين اجيه معه، لان بابه مسدود مع الجهة الثانية. حط الجوال، ما في فايدة. احاول ادخل الجوال مع الفتحة بس ما ضبطت، فتحة البادية صغيرة مرة. نفك صندوق عشان نطلع، عشان بس نشوف الصندوق اللي تحته، لاني انا حاسم فيه فراخ كبار ابغى اشوفه، مو بشرط اني عشان انا اشوفه، لا ودي يعني اوريكم اياه تستاهلون. هذولي والله كويسة شوي، كبيرة شوي، ودي بكبر شوي، نابي طالع ريش كامل، ان شاء الله نحصل. اي هذا كويس، الفراخ كبيرة زي كذا، انا ابغى شوية اثنين، يمكن اثنين طابات. هذا فرخ صغير، اي فرخ واحد، هذول طابات الابيض، لاني انا شايف ثلاثة بيض برا فهم طابات.
شوف المويه نفس ما ذكرت، هذه المطارات والمويه الداخليه ناظرها، بحيث ان الطير اذا حس بالحر طبعا ما تكون طويله زي ما ذكرت، او هذه بعد عشان الطير كل ما يحس بالحر او شيء على طول ينزل في المويه، لان الحر قاتل خصوص عندنا في السعوديه في الرياض. طبعا المناطق الاخرى اللي في السعوديه قد يكون جوهم افضل، وقد يكون بعضهم جوهم بعد زينا او احر، ولكن عموما هو في الدول العربيه اكثرها حر ما عدا مناطق السعوديه الجنوبيه واللي جوهم حلو وامطار، اما الرياض والشمال القصيم والغرب كله حر. سبحان الله العظيم، الكروان عندي الحين هو يبيض هنا ويفرخ، وبعد ما تكبر فراخته ويطبون يروح يبيض في الصندوق الثاني، والجوز الثاني نفس الحكاية يروح لم الصندوق هذا ويبيض فيه، يعني كل واحد منهم يفرخ في الثاني مرة. طبعا انا متعني تطويلة الفيديو يعني للمشاهدة، واللي يكون فاضي اما اللي يكون مستعجل او كذا بامكانيته انه يقدم يعني، بس اللي اذا كان الفيديو قصير والناس تبغى طويل ما تقدر انها يعني ترجع ولا تقدم، ولكن اللي اذا صار الفيديو طويل والواحد ما يبغى الطويل او مستعجل يمديه يقدم، يعني يمديه يتصرف. هو بس وما عندنا الا هذا، بس حبيت اني اوريكم الطيور. والله يوفقنا ويوفقكم ويبارك لنا في حلالكم وفي دنياكم وفي اخرتكم، والسلام عليكم.